السلام عليكم يا شباب، هذا ماب جديد نزلوه على تيست سيرفر، تفضلوا نجربه. راح اسجل فيه ونشوف الجو شلون، الاجواء، الاحياء. بس ليش ذيك البينج عالي كتير؟ لاني عم نزل فيديو. انا راح نبلع، عم بحمل فيديو على اليوتيوب وعم بسجل بنفس الوقت. يلا كل حاجه في البنك علي، فكرت من الباب. بس والله يعني تحس الماب هيك، هاي هون المدينه تحسها مثل لعبه كود وارزون، كله فديتي وارزون، كانك يعني مناطق، يعني هاي البحر وما بحر، بحيرات هون اليابسه، يعني اشي ميرامار مع اشي ايرانجل مع اشي سونهوك مع اشي كله فديتي وارزون مع اشي ابيكس ليجند. لحد الان العدد عم يعد. هو الماب بالتست سيرفر حاطينه لحاله، تختاره لحاله وتنزل فيه، يعني مش ضايفينه للمابات البقيه. فاذا بدك تلعب بس هذا الماب تقدر تختار هذا الماب بس لحاله وتلعب فيه. بس بكره يعني لك خذوها مني، بكره الناس بتلعبوا كم يوم وبعدين بترجع على الرانكد او على المابات القديمه. اخي القديم دائما يكون احلى مهما كان الشيء جديد. نسوي هيك. اها، فرجيكم الاجواء على اصولها. شلون هيك الجو صار ما احلى. طولوا حتى يعني اللاعبين ما فيها. نشوف البيوت جوا شلون بالله. حلو، في اضاءة، شيء حلو من اللعبة انه ضد الكمبرية اضاءة حلوة. والله فكرت حالي راح انزل من الشباك، نزلت من طابقين. احنا هسه وين، باي منطقة؟ هون. ايش بدي بهاي المنطقة؟ انا بدي هاي والله، نجربها. معقول اوصلها قبل ما هاي؟ لا، منين نروح ناخذ هاي المروحة؟ مراوح عملاقة حاطين. جاي يسوي عندي هذا شخصية فيكتور، هذا حساب غريب والله، هذا أي حساب؟ بعدين أنا ليش أنا لحالي؟ أنا نازل مع سكواد. هاي يا شباب ما نفهم أنا اللعبة ايش عم بسوي، عم تنزلني سولو سكواد. من كل عقلة فكرتني انه راح افوز. لوائح شمسية للطاقة. والله شغلة هاي، بس بشرفي اللي هون اللي بيعلق مستحيل ينفوت مهما سويت. حلو انه تطلع هيك. شوف يعني هون، يعني هذا مثل لسه هذا اخرى من كمين الجسر، مستحيل واحد ينفد من هون. بدك خط سموك كامل تسحب، بدك تقريبا 15 سموك، 10 15 عشان توصل للاخير. شوف هون واحد شالح بوطوه ومكمل للامام. والله عارف هذا الماب دارسه 100%، جاي عليه من قبل. ان شاء الله بس هالبنج ينفذنا، لانه اسمع اسمع صوت 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 المي مبين من البنج عالي. والله ننزل ميكي شوي مكان هذي، لانه البنج عندي ما راح يساعدنا كثير. راح انزل هون، انا بقول هذا مع انه هذا والله متاكد راح يجي عليه 10 سكوادات. يلا عادي مثل بعضها، 1 2 3. شوف اللاعب عم بعلق شوي من البنج. باكت لوس. يلا هيك نحاول نجرب الاوضاع الانترنت المعيشيه بالدول العربيه اللي عم يلعبوا ببجي. مو دائما لازم يكون البينج 10 15، كمان مره عادي بيكون 100. شوف انا معي واحد كلب سكواد، وانا ميت، انا ميت مثل ما انتم شايفكم.
لا يا الله، هذا سكواد مع كامل مع عشعش، ما فيني على البنج هذا اواجهه، مستحيل طلعوا سكواد سكواد كامل. انا بعرف وين رايح مع مساء يركبوك. عفوا والله العظيم رايح مع هذا الحيوان، خلك كفو عليك. بلكي بينقص لي كم واحد منهم. تعرف هذا يا شباب ايش يذكرني؟ هذا هيك الجو هذا الهون يذكرني هذول هيك البيوت وهذا العشب هيك، ما بعرف اذا معي حق ولا غلطان، بس بذكرني بالببجي ماب القديم الايرانجل. ايش رايكم انتم؟ حاطين كل شيء من بقية المابات هون، فشي حلو. ارجع البنج، يلا يلا 90 صار البنج. لا والله لسه عم يحمل، ما زالوا عم يحمل. سلاح انا بس هيك خليتكم تشوفون السلاح، بس مستحيل يقدر يساعدني هذا شباب. السلاح هذا ما راح العب فيه، لا تاخذوني بس صعب. كان سمعت الطخ هناك، كله هناك. هذا التست سيرفر يا شباب، يعني بينزل قبل باسبوع دائما التحديثات عليه، وبعد باسبوع بتنزل التحديثات على هيك، بس نستكشف المناطق. هذاك سلاح مثل ما كنت شفتوا، مثل ما شفتوا شوت جن بس سريع، يعني هذا بالمواجهات القريبة هيك بالبيوت أسطورة. يلزمنا سكوب 3. العظيم حاسس حالي مثل الضيعة والله العظيم بشرفي. هون حتى انك تطلع من الشباك سهلة هيك، يعني تسوي فولت على الشباك لانه عالي عالي. انا فضحت حالي. المهم يعني منطقة عالي فشي حلو. ماب يعني هيك مناطق ليك شايفين هاي هناك هنيك حلوة. ما بعرف اذا سلاح الشوتجن راح يضيفوه على غير ماب، اتمنى ما يضيفوه يا رب. لا لانه عندنا كثير من الشوتجنات بالمابات. البينج تحت 100 بشوي، حد يساعدنا. ان هذا هيك المكان هون، يعني الواحد السهلة انه يزت مولوتوف من هاي الجهة او قرين من هذيك الجهة يشيلو حتى لو كنت على السطح، فدير بالك يعني بدك يكون سكواد عشان تمسك هاي المنطقة. الله العليم بس اذا بش علي سكواد ايش راح يصير فيه. لا هذا الشباك يعني ما يصير، يصير بس بده شوية تعب. يلا انسى،
كان في سكواد وين؟ قلت هناك اكيد راح يجي لهون. هيك يعني بنشوف الماب شباب، مو انه والله فايت وهاي، بس نشوف هيك اجواء الماب. البيوت التضاريس، مع اني ما راح اقدر اشوف كل شيء. ايش شلبي كان هاي؟ يلا بدنا نجرب. بنقي عالي، ما راح اقدر ادخل فايت مباشر معاهم. في حركة بطيئة كثير باللعبة من وراء البنج هاي. منطقة اوبن كثير هون. هذاك سموك؟ لا والله الشارع ما ايش ولا بيعرف ريحة السموك. اقتلوا بعض يلا. لا عمو في قلبه وين مكمبر هاد كان. ايش مكمبر على ايش؟ اصحابه اكيد راح يجيبون هناك. ايش تقولون شباب؟ اوه هذا اول كول جبناه.
حلو. ليك يا عمى شوف الأجواء. منطقة حلوة بصراحة يعني، والله العظيم. تنزل تحت شلتني هاي. هذا اللي هون بيعلق فوق مستحيل ينزل. راح تحت أكيد. لحد الآن ما في ولا بوت، غريب. ها؟ سمعت صوت. هم يكتبوا يا شباب والله، في مناطق كتير الواحد يتخبى فيها، مناطق قليلة لحتى الواحد زي اللي عم يرقد اوبن يبلع ما يلاقي كفر مثل هيك حالة يعني. هذا اجى هون، لازم ننتبه وانتبه من وراك، دائما بيكون في ناس جاي سنيكي وراك مثل ما انا كنت جاي ورا هاد بس ما لقيته، نفد. انا جاي على المكان الغلط مو هيك شباب؟ والله كان قلبي عم يقلج، انا جاي على المكان الغلط. لازم اخاطر اروح الاقي لي شي كفر. مش لأن انه انا اكره اتخبى بالبيوت، ما بدي ادخل بيتي واستنى عشان يقع برقد اوبن. بأمل اني القى ناس، وهم الناس يلقوني.
هذاك والله انا عارف في واحد هناك. خبي السيارة جوا الحيوان. يا رب ما يقدرني حد. هذه الدراجة. انا ليش انعميت يا زلمه؟ والله العظيم مش عارف انا الدرج ولا عارف الحيط ولا شو بدي اجيب هدول؟ ما بدي العب بالشوتجان. هلو؟ هلو بويس؟ زلمه يا العمى ما بقيت يتحرك اللاعب والله العظيم ما بقى يرقد اللاعب. كيف السلاح معاه قتلني. يلا جي جي بس شنو من لايك شباب والاشتراك والسلام عليكم.